حلوة. مشاهدينا، انتشر فيروس كورونا المستجد حول العالم خلال فترة زمنية قصيرة جدا، وأدى إلى إصابة ووفاة العديد من الأشخاص، ولكن كيف يمكن لكل شخص منا أن يحمي نفسه بقدر المستطاع من هذا الفيروس؟ المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور عادل السيسي، استشاري العناية المركزة والمدير الطبي في مستشفى برايم دبي. مرحبا بك دكتور عادل، ونورت البرنامج. اهلا بحضرتك استاذه ريهام، واهلا لكل المشاهدين والمستمعين، وان شاء الله الجميع يكون بصحه وعافيه وبخير دائما يا رب. الله يعطيك العافيه دكتور. دكتور، بدايه لو نتكلم عن اختصاص او خصائص هذا الفيروس. فيروس كورونا، من اسمه كورونا معناها ان هو فيروس ساجي. لما بنشوفه تحت الميكروسكوب بيبقى عليه في نتوءات كده، بتبقى عامله زي النتوءات الموجوده على اي تاج. فعشان كده الكورونا ترجمتها هو الفيروس الساجي. هي عائله كبيره جدا موجوده منذ الازل، منذ سنوات طويله جدا. في حاجه اسمها فيروس كورونا اكتشفوه. في الاول كان موجود في الحيوانات فقط، افراد كثيره من هذه العائله. بدأت هذه العائلة تتطور شوية بحيث أن هي بدأت تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان. في سبع أفراد من هذه العائلة بدأت تظهر أن هي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. أربعة منهم لو دخلوا للإنسان أو وصلوا للإنسان ما بيعملوش أي أعراض شديدة حتى ملحوظة، فبالتالي ما لهمش أي أهمية أو قيمة. يظل في ثلاث أفراد من العائلة هم اللي عملوا مشكلة كبيرة في جسم الإنسان. الوقت اللي هم دخلوا الجسم وبدأوا يعملوا أعراض شديدة، كان في عندنا أول واحد ظهر 2003، سميناه السارس في الوقت ده، وكان في موجة كبيرة قوي من الوباء والانتشار، والحمد لله عدت الأمر وانتهى، اللي هو 2003 اللي سميناه السارس. رجع برضو فرد تاني من العائلة في 2012، بدأ يظهر الفيروس تاني في منطقة الشرق الأوسط، فسموه ميرس علشان الميدل ايست ريسبيراتوري سندروم، اكوردنج للمنطقه الجغرافيه اللي هي الميدل ايست للشرق الاوسط. برضو نفس القصه، الفيروس بدا يدخل الانسان ويعمل اعراض، عشان كده بدا ينتشر وبدا يعمل وباء، فبالتالي اتعرف هذا الفرد الثاني، لحد ما وصلنا الفرد الثالث الاخير اللي احنا بنسميه كوفيد 19 او فيروس كورونا المستجد، اللي هو الاخير اللي بدا يظهر في ديسمبر في احد المدن الكبيره في الصين، في مدينة ووهان، وبدا يزيد في الانتشار لحد ما وصل العالم كله. فبدا عشان كده بنقول ان هو بقى في انتشار او وباء لهذا الفيروس او فيروس كورونا اللي وصل فعلا للانسان. في ملحوظه ان السارس 2002 و2003 لما ظهر برضه في الصين، وظهر من الكات او القطط، لو انا بتكلم الحيوان هنا، وبعد كده انتقل للانسان، وبدا من ساعتها ينتقل من انسان الى اخر. يعني البدايه كان المصدر حيوان، بس انتقل للانسان وبدا ينتقل من انسان الى اخر. ده نفس الموضوع اللي حصل في المارس 2012، بدا من الجمال في المنطقه الصحراويه اللي عندنا في منطقه الشرق الاوسط، وصل للانسان، ومنها للانسان. واحنا ده ثالث برضو فرد اللي هو بدا من الحيوانات زي الخفافيش والافاعي، اللي هو منطقه ووهان في الصين، وصل للانسان، ودلوقتي الانسان هو اللي بينقل للانسان اخر حواليه. دكتور، خلينا نتكلم عن كيف يتم انتشار هذا الفيروس ما بين الشخص والاخر. خلاص احنا انتقلنا، خلاص بدا من الخفافيش ومن الافاعي زي ما اتفقنا، بس دلوقتي وصلنا ما بين الفرد الى الفرد. ايوه، انسان الى الانسان. عندنا في ثلاث طرق هي اللي دلوقتي بتوصل من انسان لانسان. هنتكلم الاكثر شيوعا واللي هو اهم نقطه هنتكلم فيها، يظل في حاجتين ثانيين هنتكلم عليهم. الاكثر شيوعا ان لما بيبقى في الاسطح، هنتكلم نبذه بسيطه جدا، لو في انسان عنده العدوى دلوقتي وعنده الفيروس، تمام؟ حتى لو هو تم ان هو حصل بدا يكح او يسعل، تمام؟ هنفترض ان طلع الفيروس من هذا الفم لهذا الشخص، من الانف، او فيجب ان يكون امامه فرد قريب منه جدا في مسافه تقل ما دون ال 2 متر او متر، تمام؟ وكمان هذا الشخص غير محمي او حاطط اي واقي زي ماسك، وفي نفس الوقت الشخص المصاب ما حطش زي ما نقول كتفه او حط منديل، بحيث هنا دي بنسميها طريقه الرذاذ، النقل عن طريق الرذاذ. هنا الشروط هنا قاسيه شويه عشان تحصل، اتوقع دي الحمد لله هذه الطريقه من الانتقال ممكن نتجنبها بسهوله، اللي هي الرذاذ. دكتور، نيجي بقى للموضوع الثاني. الموضوع الثاني لضيق الوقت، دكتور عادل السيسي، استشاري العناية المركزة والمدير الطبي في مستشفى برايم دبي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله يسلم.